نشر بسوء قصد اخبار وبيانات واشاعات كاذبه ومصطنعه وتسببت في اثاره الفزع بين الناس والحاق ضرر بالصالح العام. وتهمه ثانيه موجهه ايضا اذاعه شائعات كاذبه تسببت في تعكير السلم العام واحداث حاله من الفزع. وتهمه ثالثه موجهه انهم استخدموا شبكه تقنيه المعلومات في نشر شائعات كاذبه. الموضوع كان هزار، انا ما كنتش عارف ان الامور هتوصل للدرجه دي، وان هو ده كان مقلب بيعمله بس يعني في العيله. كان كل الامر ان هم كانوا عايزين يجمعوا لايكات. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه او مخالفه للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجريمة دي اللي احنا صورناها قبل كده واتكلمنا عليها لأنها كانت ترند. العريس والعروسة ومن قدام القاعة، والعريس فتح باب العربية ركب عروسته وبيلف عشان يرجع يركب جنبيها، فوجئ بعربية جات خطفوا العريس وجروا بيه. فاكرين المشهد ده؟ تعال افكركم عشان نعرف ايه اللي حصل جديد بقى النهاردة. الفيديو زي ما شفناه، عريس وعروسه طالعين من القاعه راكبين العربيه، العروسه ركبت، العريس فتح لها الباب ركبت وهو بيلف عشان يركب جنبيها، جت عربيه بيضة شدوه خطفوه وجري بيها السواق. طبعا الحادثه دي كانت ترند وكان حديث السوشيال ميديا وكل الناس اتكلموا فيها، وانا قلت يا جماعه الموضوع مش سهل كده، وواضح انه تمثيليه بايخه وتمثيلية حتى ما فيهاش حبكة، الحبكة الدرامية مش موجودة. وجبنا لكم فيديو العريس العروسة وهي بتبكي واخواتها واخوات العريس وقاعدين، مين اللي عمل كده؟ وابوها ولا ابو العروسة؟ وهيتجاب، ومين اللي خطفه؟ ده محبوب. تعال اوريكم الفيديو بتاع اخوات العريس والعروسة منهارة وقاعدين بيبكوا على خطف العريس ليلة دخلته. تعال
يرجع يرجع ان شاء الله. كل حاجه ليها حل. احمد اخويا طول عمر الناس بتحبه وطول عمره ملوش اعداء في الدنيا. ربنا يسامح العجم العظيم فرحته عمل العمال بك. ربنا يسامحه ويرد عليه. ما حصلش بالساهل. ليه بتخطط له؟ ليه بتخطط له ازاي يعني؟ ان شاء الله يرجع له. ان شاء الله باذن الله من غير ما اتعب احنا بلغنا وعملنا كل حاجه. يا بابا يا ولد انت شفتوش اتخطب ازاي واتشد ازاي؟ ما حدش عشان بقى امل بقى اسكتوا اعوذ بالله. شفنا الفيديوهات دي وجه الاب وقال انا ابني بقى يبطل وانا مش هخليه يشتغل الشغلانه دي وانا 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 واعمل الفيلم. ايه الجديد بقى النهارده؟ العريس اسمه احمد جمال شغال نجاش وشغله النجاش على فكره بتكسب كويس قوي. يعني مش هقول ان هو راجل عاطل لا شغل ده نجاش وشغال كويس. اتجوز امل اللي هي العروسه دي اتجوزها وهي عندها 16 سنه. فطبعا الشرع القانون ما ينفعش المأذون يكتب لهم جواز رسمي. فعاش معاها سنتين بورقه عرفي لغايه ما ربنا رزقهم باولاد، يعني متجوزين ومخلفين. لما كمل ال 18 سنه لازم الجواز يتغير من عرفي لشرعي او رسمي. فعمل لها فرح ولبسها فستان لما كمل ال 18 سنه والمأذون كتب لهم بالفعل بقى جواز من عرفي لرسمي. وعمل لها حفله وفستان وهو لبس بدله وشفنا الفيديو الخطف اللي احنا شفناه ده. لانها كملت 18 سنه فيحق ليها استخراج رسم الزواج رسميا. رغم ان هم متجوزين وعندهم عيال. هو للاسف عايز يحس بالنجوميه. فراح عمل قناه على اليوتيوب سماها جمهوريه احمد واسم عروسته او مراته امل. بقى جمهورية أحمد وآمل. قناة على اليوتيوب جمهورية أحمد وآمل. طب عايز يحقق مشاهدات. عايز يعمل ترند. عايز الناس يدخل عشان يحقق مشاهدات ويكسب بدل مش عاجباه شغلة النجاشة. فراح اتفق مع مراته اللي هي العروسة كانت بتبكي ومع اخواته البنات الاثنين اللي شفناهم وهم قاعدين يصرخوا ورا العربيه واللي طلته مين اللي عمل فيك كده يا اخوي؟ مين اللي خطفك يوم فرحك وليله عمرك يا اخوي؟ والناس كلها كانت متعاطفه معاه واحنا قلنا يا جماعه واضح انه تمثيل بس ما حدش كان مصدقني. وانا قعدت اصرخ والله تمثيل وعلي احلب بالطلاق تمثيل يا جماعه واضحه جدا. ما حدش كان مصدقني. وكلنا قلنا يا جماعه ما حدش اصل ما ينفعش فيلم بايخ ده هو بيلف وواقف مستني حد يخطفه. ما علينا. الفيديو طبعا نزل حقق اللي هو كان عايزه جمهوريه امل وعمر ده اللي بيقولوا عليه وحقق مشاهدات وبقى ترند. واحنا طلعنا قلنا عيب المسخره اللي بتحصل دي. احنا يا جماعه السوشيال ميديا مش عشان الافلام وعشان واحد يغطي يغني للبطه والتاني يغني للوزه واللي يسقف على صدره واللي يعمل الحركات دي. وصدق توقعاتنا بالفعل لان اللي حصل في الشارع في واضح النهار دي مسخره. دي مفيش امن ولا ايه؟ وعشان كده بنشكر وزاره الداخليه طلعت بيان وضحت في كل حاجة ان الشاب ده اسمه احمد جمال 31 سنة وكان بيحتفل ان مراته وصلت 18 سنة وحول الجواز من عرفي الى عقد زواج رسمي وان هو اصطنع الفيلم ده لتحقيق مشاهدات. وزي ما توقعت وقلت قبل كده تم القبض على احمد جمال وتم القبض على مراته امل وتم القبض على اخواته الاثنين البنات واحده اسمها هاجر والثانيه اسمها كل حاجه في المحاضر يا جماعه مكتوبه اهو. هاجر 29 سنه واخته اسماء 33 سنه. يعني هو اتحبس
ومراته اتحبست، واخته اسماء اتحبست، واخته هاجر اتحبست، وجوز اخته اتحبس، واتنين من اصحابه اتحبس. مين الاتنين الاصحاب دول؟ اللي ساق العربيه واحد منهم، والتاني اللي شده من العربيه، اللي شده من الجاكيت ولبسه ودخله جوه العربيه، وواحد تاني كان معاهم في العربيه. يبقى كل اللي طبق عليهم كام؟ 7. العريس والعروسه 2، هاجر واسماء اخواته ادي 2 تاني، واصحابه واحد اللي كان سايق العربيه، واللي التاني اللي شده من البدله، والتالت اللي كان معاهم في العربيه. اسميهم ايه؟ عبد الرحمن ده جوز اخته، واصحابه واحد اسمه محمد ده اللي شده، والتالت اسمه احمد عنده 43 سنه كان سواق العربيه اللي ماشي بيها، اللي خطفوا بيها محمد العريس زي ما بيقول. النيابه طبعا نيابه جهه التحقيق في منيه النصر محافظه التقاليه، قالوا يا جماعه اثناء تحيات احمد جمال نقاش مقيم في عزبه حماده مركز ديكيرنس، حبس 4 ايام. طيب وعبد الرحمن جوز اخته ومحمد اللي شده واحمد اللي كان سواق العربيه حبس 4 ايام. طب اخواته البنات هاجر واسماء والزوجه كل واحده 10,000 جنيه على ذمه القضيه، يعني العروسه طلعت بكفاله 10,000 جنيه. اخواته هاجر واسماء كل واحده دفعت 10,000 جنيه على ذمه القضيه. طيب ايه هي الاتهامات؟ واحنا على فكره اللي عملت المحضر المحاميه الكبيره المعروفه نهى الجندي، المحاميه دي اللي عملت بلاغ وهي اللي قدمت بشكوى رغم ان وزاره الداخليه طلعت بيان والاجراءات كانت ماشيه، بس المحاميه الكبيره نهى الجندي هي اللي قدمت بلاغ واتهمت العريس والعروسه بعده. ايه هي الاتهامات بقى؟ شوفوا الاتهامات. التهمه الاولى نشر الذعر وتكدير السلم العام وبث الذعر في النفوس، ادي اول تهمه، نشر الذعر وتكدير السلم العام وبث الذعر في النفوس. التهمة الثانية نشر أخبار كاذبة بطريقة احترافية، نشر أخبار كاذبة. التهمة الثالثة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ثلاث تهم، عقوبتها العقوبة إيه بقى؟ 3 سنين حبس للزوج واللي معاه وللزوجة. ده القانون بيقول كده، بس لسه القضاء لسه ما حكمش، هما دلوقتي محبوسين. العريس محبوس واصحابه الثلاثة التانيين اللي شدوا واللي وجوز اخته والثالث اللي كان سواق العربية. العربيات على فكرة العربية النيابة استعلمت من خلال الفيديو على رقم العربية وتم التأكد ان هي فعلا تخصه، والعربية محجوزة دلوقتي على ذمة النيابة، يعني صاحب العربية اتخرب بيته، يعني السواق والعربية اتخرب بيته، والاثنين اصحابه اللي شدوه اتخرب بيته. كل ده عشان يعملوا ايه؟ مشاهدات، شغل نجاشين، شغل على ميه بيضة. طب والعروسه امل واخواته اسماء وهاجر هياخدوا العقوبه ممثله، بس لسه القضاء ما قالش كلمته. اللي انا بستغرب اللي كنت اشوف اخواته وهم بيعيطوا وبيلطموا، طب انتوا مالكم؟ وخاصه ان واحد 33 سنه والثانيه 29 سنه و33 سنه، مش صغيرين، انتوا مالكم بتشتركوا في المسخره دي ليه؟ والعروسه انت مالك بالمساخر دي؟ لكن هنقول ايه؟ السوشيال ميديا. بنشكر وزاره الداخليه، بنشكر طبعا المحاميه المعروفه نهى الجندي، لكن القضاء لازم ياخد حقه واللي غلط يتعاقب، ولله الامر من قبل ومن بعد.